السلام عليكم طلاب الصف الخامس في أكاديمية التطبيقات الذكية. اليوم راح نبدأ بوحدة جديدة في مادة المهني عن المنظفات. النظافة مهمة جدا في حياتنا، وديننا الإسلامي حث على النظافة. النظافة من الإيمان، لكن النظافة لا تقتصر فقط على نظافة الجسم، بل تشمل أيضا نظافة المكان ونظافة المنزل. راح نتعرف اليوم على المنظفات الشخصية، المنظفات المنزلية، راح نتعرف على خطوات كيفية القيام بتنظيف الأواني باستخدام سائل الجديد. نبدأ أولا يا خامس بالمنظفات الشخصية. ما معنى المنظفات الشخصية؟ هي المواد والأدوات اللي أنا بستخدمها للعناية بنظافة الجسم، إن كان خلال النهار أو إن كان أثناء الاستحمام. شو هي الأدوات اللي أنا بستخدمها للعناية بنظافة جسمي؟ عندنا الماء، وشيء ضروري جدا الماء. عندنا الصابون العادي اللي أنا بستخدمه كل يوم. عندنا سائل تنظيف الشعر اللي هو الشامبو، معجون الحلاقة للكبار طبعا، ومعجون الأسنان هذا بشكل يومي، وأكثر من مرة يجب تنظيف الأسنان باستخدام الفرشة والمعجون الأسنان. الآن هيك، هاي هي بالنسبة للمنظفات الشخصية. شو الآن بيجي عندي على نظافة المنزل؟ المنظفات المنزلية، مواد وأدوات بستخدمها من أجل تنظيف المنزل. شو هي هاي المواد والأدوات؟ أول واحدة من هاي المواد اللي هي سائل الجلي، زي ما إحنا شايفين بالصورة. لشو بستخدم سائل الجلي؟ من أجل التخلص من الدهون العالقة على الأطباق والأواني وتنظيفها. جميع أواني المطبخات استخدامها راح تتسخ، بحاجة لتنظيفها باستخدام سائل الجلي. ثانيا الكلور، او اللي بنسميه هايبكس، وبنستخدمه حاليا للتعقيم خصوصا بعد فتره فيروس كورونا. ليش بستخدمه؟ لازاله البقع عن الملابس البيضاء وتلميع الاواني الزجاجيه وتعقيمها. لكن يجب الحذر عند استخدام الكلور اذا اجى على الملابس الملونه، فانه يسبب تلفها. عندنا ايضا مسحوق الغسل، الملابس بعد اتساخها بنحطها بالغساله، طبعا لازم الوضع بالغساله مسحوق الغسيل اللي هو من اجل تنظيف الملابس وازاله البقع عنها. اربعه مزيل التكلسات او منظف الارضيات اللي بنسميه فلاش، هذا بستخدمه في الحمامات في المرافق الصحيه عشان يزيل التكلسات، لكن يجب الحذر عند استخدامه، رائحته قويه جدا، ممكن خصوصا اذا تم خلطه مع مواد كيميائيه او مواد تنظيف اخرى اللي عباره عن كلها مواد كيميائيه. خمسة منظف الزجاج، لا استخدمه زي ما احنا شايفين، هذا هو منظف الزجاج من اجل تلميع المرايا والشبابيك والسطوح الزجاجية. طبعا بيكون عليه زي رشاش من الاعلى، برش على الزجاج واقوم بتنظيفها. ستة المطهرات، والان هذا بستخدمه بشكل كبير اللي هو الديتول عشان يعقم المواد، خصوصا حكينا بفترة كورونا، اذا من اجل تنظيف المرافق الصحية وتطهيرها ووقف نشاط الجراثيم المسببة للامراض. يتم طبعا خلطه بالماء واستخدامه في تنظيف الارضيات لانه يقوم بقتل الجراثيم اللي ممكن تسبب الامراض. طبعا كلها مواد التنظيف، كلها مواد كيميائيه، لكن لذلك يجب الحذر عند استخدامها واقوم بقراءه التعليمات المدونه عنها. الان لو بدي اقوم بتنظيف الاواني المنزليه بسائل الجلد، شو هي الخطوات؟ اولا دائما باي خطوه من الراعي متطلبات الصحه والسلامه العامه، برتدي مريول المطبخ، برتدي القفازات عشان احافظ على ملابسي وعلى اليدين، بجهز المواد والادوات اللازمه للعمل، لازم وقفتي تكون معتدله على المجله، لا اقوم بحني الظهر. الان برتب الاواني في مجموعات، يعني الصحون الكبيره مع بعض، الصغيره مع بعض، الكاسات مع بعضها. الان اقوم بازاله بقايا الطعام الموجوده على الاواني باستخدام اسفنجه والتخلص منها في سله المهملات. الى بعض الاواني اذا كان الطعام ملتصق فيها اقوم بنقعها في الماء الدافئ، بعد هيك بفركها بالفرشاي. اقوم الان بملء الحوض او الوعاء بالماء الساخن وبشطف الاواني بداخلها عشان اقوم بازاله اكبر كميه من بقايا الطعام. لاحظ هاي لسه مرحلة الابتدائية، ما بلشنا بعملية الجلي. ماء الشطف اللي أنا استخدمها لإزالة بقايا الطعام بصبها في مصفاة الجلي عشان إذا في أي بقايا ما تنزل في مصرف الجلي. الآن جهزت الأواني لعملية الجلي، أقوم بوضع ماء دافئ كمية مناسبة من سائل الجلي في وعاء الجلي وأخلطها جيدا بالماء. أبدأ بتنظيف الأواني زي ما إحنا شايفين باستخدام الليفة الإسفنجية. بعد ما اقوم بوضع الليفه بالماء وسائل الجلي، بحط الاواني اللي انا نظفتها في الحوض الاخر او بنفس عند المجله وشطفها بالماء، مع مراعاه انه اقوم عن الاسراف في استخدام الماء وعدم الاسراف، الاقتصاد في استخدام الماء وعدم الاسراف فيها. بعد ما اقوم بالانتهاء من عمليه
الجلي بنظف المشلة بعد ما باستخدام المطهرات. الآن الأواني اللي أنا قمت بتنظيفها بنشفها عشان أقوم بإعادتها مكانها في خزن المطبخ. بنظف المكان جيدا وبغسل إيدي بالماء والصابون. هلا أنه في عندنا تحذير حددوية خامس، إنه هو لما نستخدم سائل الكلور يجب تجنب انسكابه على الملابس، خاصة الملابس الملونة. ليه؟ لأنه بغير الألوان مع ويجب الاقتصاد في استخدامه، ما أقوم بوضع كمية كبيرة منه. الآن في عندنا تذكر صفحة 45 مهمين، خلينا مع بعض نقرأهم ونحددهم. أول واحدة إنه لازم أرتدي مريول العمل اللي هو المطبخ عشان أحافظ على سلامة الملابس ونظافتها، لأنه أنا كله عم بستخدم مواد كيميائية عم بتأثر، ممكن أي انسكابة على الملابس تقوم بتلف هاي الملابس. ثانيا يجب ارتداء القفازين عند تنظيف الاواني لحمايه اليدين من تاثير المواد الكيميائيه الموجوده في المنظفات المنزليه. اذا ارتديهم لانه ممكن تسبب امراض جلديه. في عنا الاكزيما نتيجه استخدام المتكرر لمواد التنظيف لانها كلها عباره عن مواد كيميائيه. اخر واحده يفضل استخدام قليل من محلول الخل او قشور الليمون بدلا من الكلور. الكلور حكينا رائحته قويه، ماده كيميائيه، ممكن اخذ بديل عنه اللي هو إما خل أو القشور الليمون، يعطي رائحة جميلة ويقوم بعملية التعقيم. المرة الجاية رح نحل أسئلة الدرس إن شاء الله. يعطيكم العافية خامس.